صالح الرستاق الآن أمامي هذه الكرة هنا في الجهة اليمنى، محاولة المرور والتقدم لصالح الرستاق، محاولة بشكل جيد، هنا المحاولة الهدف الأول يأتي لصالح الرستاق. نعم، في كرة خاطفة غير متوقعة يعبر عناب الجبل لتحقيق الهدف الأول في توقيت باكر من خلال هذه المباراة. الكرة التي تفاجئ الجميع في طريقة خاطفة وأسلوب خاطف تماما، ينجح الرستاق في المرور، ينجح الرستاق في العبور، لقمان هذي ينجح في إكمال الكرة وإيداعها في الشباك. لاحظ القوة والمهارة من جانب عمر الفزاري، تصويبة قوية بعد